أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج حكايات وحواديت. بداية أرحب بضيفي الشاعر مصطفى عمار. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك أستاذ. عايزين نعرف الشادة المشاهدين مين هو أستاذ مصطفى عمار. مصطفى كبير. والله مصطفى عمار ده الاسم المختصر يعني، بس هو الاسم أكبر من كده. أنا عارف حضرتك عندنا في الصعيد بيبقى فيه أسماء مختصرة. أنا من أبناء محافظة أسيوط، عندي 29 سنة. بدأت كتاباتي مثلا في الشعر تقريبا من 10 سنين، بس لسه بادئ طريقي يعني في الشعر قريب الحمد لله. تمام. بدأت عادتك تكتب من امتى؟ بدأت أكتب تقريبا من 2010، بس كانت الموضوع بدأ إن أنا بكتب رسائل صغيرة، بعد كده بدأت أنظم القافية. درست شوية في الشعر، عرفت يعني إيه شعر. طب ممكن نسمع حاجة من كتاباتك؟ نسمع حاجة من كتابتي. نسمع قصيدة بعنوان بفكر. القصيدة بتقول: بفكر وأنا ماشي، زي الزمن ماشي، طول عمرك غريب يا زمن وحالك ما عجبناش، فما تلومش على الأصيل لو الزمن بيه مال، أكيد غصب عنه تلاقيه قليل الحال، والدنيا طبعها كده، الجواب رد سؤال، فإن سألوني عن حالي هقول ده أحسن حال، ما لو نشكر النعمة ما كانتش يوم تنزال، والحزن على اللي راح مرض يهز رجال، الدنيا عايزة صبور وكمان يكون رحال، يصبر على الرحلة، الوحشة قبل الجمال، الصعبة لو حكمت والسهل لو اتقال، والنظرة لو ضرت فمش عتب بطال، ربك كريم ولطيف ومن صبر نال، وفضلت أنا ماشي وفضل الزمن ماشي، لكن غريب الحال. مين حضرتك مين مسك الأعلى في الشعر؟ لا كتير، احنا عندنا في مصر في كتير شعراء، بره مصر في كتير شعراء، بس يعني من اول الناس اللي لفتوا انتباهي للشعر عموما كان استاذنا هشام الجخ. طبعا هو الاكتر ناس حببتني في الشعر. بدات بعد كده ابحث، اكتشفت مثلا استاذنا عبد الرحمن الابنودي، من الناس الحديثه مثلا دلوقتي الشباب اللي في سننا استاذ عمرو حسن، استاذ مصطفى ناصر، محمد ابراهيم، في اسماء كتير الواحد بيتعلم منها طبعا وهو ماشي. في طبعا الناس القديمه لا ده اساطير، احنا لسه صغيرين بالنسبه لهم يعني. طب بدات حضرتك تكتب او تنشر اي حاجه خاصه بيك او ليك مؤلفات او كتب نزلت السوق؟ والله انا اول مؤلفاتي كانت السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت كان اول ديوان كان اسمه اين انت، نزل معرض الكتاب السنه اللي فاتت، والحمد لله يعني اتعرف شويه للناس، بدات اتعرف للناس من خلال الكتاب. السنة دي كان المفروض في ديوان تاني نازل، بس طبعا بالظروف اللي حصلت في البلد فالموضوع اتعطل شوية، بس يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى موجود في السوق. طب كانت نسبة بتاعتك كانت حلوة؟ الحمد لله كانت كويسة. بالنسبة لان احنا طبعا حضرتك عارف في مجتمعنا في الصعيد في الكلام ده بتبقى معروف لحد ما يعني على المستوى المكان اللي انت فيه او المكان اللي انت نشأت فيه. طب ممكن نسمع منه حاجة؟ نسمع منه حاجة. نسمع قصيدة بعنوان عذاب الحب. اتفضل. القصيدة بتقول: العذاب في الحب هين، مين يستحمل مراره، روح حبيبتي طايفة جنبي والقلب مات ويا قصيره، والوفا بعد الممات على قد الحب في الحياة، زي مثلا حلم عابر يتكرر تبقى خلاص مريض، اللي حب بجد فعلا صعب يموت في يوم حبيب، طب واللي عاش في يوم حبيب بتموت ما بينهم ذكريات، والزمان عمال يفرق ما بين اللي حب واللي مات، والكلام ساعات بيجرح والنظره في البعد انتقام، طب اللي حب ناس وجرى يقول لي ازاي دي تكون حياه، ازاي يكون البعد اهون ولسه بينا كتير حاجات، وازاي تعودي في يوم لحضني في يومها تموت الذكريات. الله. ايه اقرب روايه لقلبك كتبتها؟
والله انا كتبت حاجات كتيره، بس يمكن الديوان اللي لسه ما نزلش فيه في روايات كتيره لسه ما قلتهاش. يعني في حاجات كتيره بحبها في الديوان الجديد لسه ما اتعرفتش يعني، بس في حاجات كتيره قريبه لقلبي. طب نسمع منها حاجه. نسمع منها حاجه. القصيدة بعنوان نور. هحكي حكاية تدور عن واحدة في الزمن ده كان اسمها نور، بس مش نور وخلاص، رقت حبها كل الإخلاص، وفي بعدها كرهت الناس، وحبها عندي هو الإساس. كان اسمها نور، بس نور ملهوش زي، عينيها فيها كل الطيب، في بعدها بموت وانا حي، وعمري ليها هو الجاي. كان اسمها نور، فرق الزمان بيني وبينها، وكل واحد راح لحاله، ولما رجعت اشوفها تاني ما لقيتش قلبي في مكانه، سابني وراح لها فجأة ما لقيش قلبها في مكانه. اه يا زمان غدر بطبع، كل حاجة ماشي عكسك، نور حبيبتك هي قصادك، بس حاجات كتير تمنعك، والعيون بتقول كلام صعب تنساه الجوارح، حتى قلبي لما غاب جه مكانه قلبها، مكتوب علي أعيش عذاب حتى وقلبي عندها. كان اسمها نور، قلت عنها حاجات كتير، ولسه ياما ما قلتش كتير، لأن حبها أصل الضمير. كان اسمها نور، وهتفضل لآخر الزمان. تمام. طب نصيحة للشباب اللي بتحب الشعر أو اللي عايزة تخش في مجال الشعر، سواء كتابة أو إلقاء. والله مجال الشعر مجال كويس، ويعني احنا عندنا في مصر في شعراء كتير، بس ممكن مشكلتنا كمجتمع في الجنوب شوية. عندنا شعراء في الصعيد كتير حلوين، بس مش يعني ما خدوش الخطوه ان هم يتعرفوا للناس، او ما خدوش الخطوه ان هم يظهروا شغلهم بسبب ظروف. يمكن احنا عندنا في الصعيد عادات وتقاليد معينه، مش سهل ان انت تطلع تقول انا بقول شعر، مش سهل ان انت تتعرف للناس، والموضوع بيحتاج يعني جرأة شويه، واحنا بطبعنا ناس يعني خجولين شويه. لكن الشعر طبعا اكيد عشان انا بكتبه، عشان انا حاسه وبكتب اللي انا حاسه، فاكيد الشعر حاجه كويسه. طب تحب توجه شكر لمين؟ احب اوجه شكر لكل الناس اللي دعمتني، زي والدي، زي والدتي، زي اخواتي، زي زوجتي، زي كل الناس اللي دعمتني، بحب اوجه لهم الشكر طبعا. وطبعا في اساتذه كتير عندنا في اسيوط كانت ادتني بعض التلميحات عن طريقه الكتابه، عن الاخطاء اللي الواحد ممكن ما يقعش فيها، فاحب اوجه لهم طبعا كلهم الشكر. طيب في ختام حلقتنا اتشرفنا بحضرتك يا استاذ مصطفى. الف شكر. ونستمر مع فقراتنا اللي جايه مع الطفل يوسف حمدي.